تحياتي. اصعب طريقه وارخم مكان ممكن تشوفه هو لتغيير المرش او السلف اللي موجود في الفيديو ده. تعالوا نشوف مع بعض. من فترة كنت قمت بمجموعة صيانات لوش السلندر او راس الماكينة او كلاس الماكينة، والروابط موجودة تحت في الوصف اسفل الفيديو ممكن تطلع عليها. وانتهزت الفرصة ديت علشان اوريلكو طريقة تغيير السلف او الستارتر او بادئ الحركة او المرش في سيارات البي ام دبليو. اول حاجة بتيجي هنا بيكون في مسمار بصامولة 13، ده بيكون راكب عليه الكابلين العمومي ده والكابل ده بالشكل كده. ما تحاولش تشد المانيفولد بالعافيه لان بيكون هنا في مسمار 8، علشان يتحل لازم لقمه 8، ما ينفعش مفتاح. اهو ادي المسمار ال 13 والمسمار ال 8 خلاص، وادي ال 10. كده دول الثلاث مسامير، ادي المسمار ال 10 هيتحل برضه بلقمه 10، مفتاح مش هيحله. ادي اللقمة العشرة تبات في المسمار ده، المسمار التمانية، ادي المسمار التمانية، وادي المسمار التلاتاشر. كده انت بتحل التلات اسلاك اهم، التلات كابلات بتوع المرش، تلات كابلات نازلين من الضفيرة وكابل اهو جاي من البطارية. طيب عشان بقى تحل المرش، شايف ان اهو انا مركب مفتاح 10 اهو خلاص. طبعا هو مسمار عبارة عن مسمار نجمة بالشكل ده، ثلاث مسامير، ادي مسمار راكب عليه المفتاح والمسمار الثاني والمسمار الثالث تحت بالشكل ده، بيكون هنا هما مكان. بتبدا تحلهم يطلع المرش معاك، تعمل له صيانته وتنضف عليه لان المرش في حته رخمه جدا ومقرف جدا. يفضل يكون معاك مفتاح سيستم وانت شغال علشان تبدا تحل بيه المرش بالشكل ده. طبعا اتمنى ان يكون واضح التصوير. طبعا شايفين المسمار بيطلع ازاي. بعد ما المسمار يخف معاك وانت بتحل بالمفتاح، بتكمل حل بايدك واحدة واحدة، وبعد كده تطلع المسمار من على حلة الفتيس بالشكل ده، وبعد كده تبدأ تحل المرش، ولازم تكون مطول بالك. يمين وشمال بالشكل ده. طول بلاف عليه ويمين وشمال هتلاقيه يطلع معاك. لان بيكون ليه حلة بتركب جوه الفتيس اهو. كده المرش طلع معانا. قبل ما تيجي تقفل المرش الجديد، بتجيب حتة صنفرة تبدأ تنظف الكابلات عشان توصل الكهرباء مظبوط بالشكل ده، عشان يبقى المرش متفقه معاك. يعني بص هيك هنا مجنزر، بص بقى لما اجي اصنفره وانضفه. بص كده اللي معاك ازاي نضفت اهو. واحده كمان اهو. تحاول تمسك كل الكابلات العموميه تنظفها عشان تنقل الكهرباء بشكل كويس، وده برضو اهو. الشكل ده شايفين الفرق ايه اهو، وبرضو من تحت. طبعا ده الكابل اللي واصل بالدينامو، لان الدينامو والمرش على خط واحد وبيوصلوا للبطارية في خط واحد برضو اهو. تبدأ تنظف الكابلات، الاسلاك الصغيرة دي معلهاش حمل فما بيحصلهاش حاجة، ولكن برضو ما فيش مشكلة وما فيش مانع من انك تنظفها. اهو
تلميعة خفيفة. تنضف معك. بالشكل ده. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل علشان يجيلك كل الفيديوهات اللي انا هنزلها الوقت الجاي في القناة. وفي القناة عندي هتلاقي فيديوهات كتير بتهتم بصيانة السيارات واصلاحها، ويشرفني اشتراكك بالقناة. وكمان في القناة عندي هتلاقي مجموعة من قوائم التشغيل او البلاي ليستز شارح فيها طريقة صيانة السيارات من تكييف وتبريد وميكانيكا السيارات وكمان كهربة السيارات وعفشة السيارة وغيرها من العدد والادوات اللي هتفيدك في صيانة السيارات. اشجعك ان انت تتفرج عليها لان فيها مجموعة تعليمية عملية وعلمية لصيانة اجزاء السيارة. بعد كده بتجيب المرش الجديد بعد ما بتشحم اجزائه، الترس والعمود اللي بيلف، وبتشحم المرش وكل حاجة. بتيجي بتبدأ تبيت المرش بالشكل ده. طبعا بيكون زومبا زي ما واضح هنا اهو، بتبات عشان تشتال المرش كده. المرش بات معك، وبتبدأ تجيب مسمار. طبعا انا هبدأ ابيت المكان الصعب بالشكل ده. طبعا هوريلكوا شكل المسمار. طبعا هو ربط معايا بسهوله لان انا مشط المسمار قبل ما اقفل اهو. ادي مسمار المرش بالشكل ده، والمسمار التاني باجي برضه اهو من هنا ابيت. طبعا المرش في حته صعبه جدا، ابدا ابيت. ابدا اربط برضو بنفس الطريقه، وابدا بعد كده بالمفتاح السيستم ابدا اجمع زي ما حليت. بعد كده بتيجي بتجيب الكابل العمومي اللي جاي من البطاريه بتقفله بالشكل ده، ووراه على طول الكابل اللي رايح للدينامو، وتجيب الصاموله وتروح مربط بالشكل ده. ده كده كان اول حاجة بتعملها. وتيجي تجيب برضو، يفضل وانت شغال في البي ام بالذات يكون معاك مفاتيح سيستم، هتسهل عليك المشوار خالص. كده هو انت ربطت الاسلاك كويس. بعد كده بتيجي تجيب المسمار الصامولة العشرة، وتيجي تبيت الطرف ده في المسمار العشرة اللي تحت. طبعا هو مش باين هنا قوي، ولكن بقى ايه، انت تبقى عارف ان في مسمار من تحت خالص عشرة تبيت فيه اللقمة. طبعا معظم الشغل هيكون غايبا هنا في البيم. وبتجيب اللقمة العشرة وتبيت العقل كده وتربط. طبعا يعني هي مكانها رخم جدا. طبعا انا ربطت دلوقتي، هجيب بيبة وابدأ احرق. عايز اقول لكم ان انا صدقوني ما شايف، يعني انا بشتغل كده غايبا على قد ما بقدر.
كده انا حرقت على ده. وبعد كده بجيب الصامولة الثمانية، بقية العروة الثمانية الشكل ده، وابدأ اربط الصامولة زي ما انتوا شايفين. خلي بالها عشان العروة ما تفلتش مني. ادي الصامولة الثمانية. تجيب اللقمة الثمانية وتربط وتحرق. وبكده انت قفلت المارش بتاع البي ام دبليو ال 36 المكنة الام 43 الكاتينة الجنزية.